تهميش الموصل باطل، تهميش الموصل باطل، الفاسدين باطل، غرق الأطفال باطل، غرق النساء. أهالي الشهداء، ونستنكر استنكار المحافظ. المحافظ كان فقر ابن فقر، انا اعرفه، طلب قميص من خويه قبل ما يصير محافظ، قبل ما يصير محافظ، وعنده برازيلي. هسه المحافظ راكب لانجلوفر ويدعم الناس؟ ليش؟ روح ادعم اخوك اللي كان ويا داعش بديوان مجلس ديوان العشائر يا محافظ. ليش؟ مو هذول اهلك وناسك؟ ليش تدعمهم؟ تضحك؟ يا تضحك انت؟ والله عيب عليك وعيب على خلاك محافظ. معليش سندر جيجارة انت ما تسوى. والله العظيم كلهم هنا وهذول ماتوا. اهلي هذول اهلي. انت جاي تضحك؟ والله عيب عليك. اتذكر شامل محمود اللي انطاك القميص ولحد الان ما رجعت له هو قبل ما اصير محافظ. يا محافظ اتذكر البرازيلي مالك. طنبرتي طنبرتي. هسه راكب لي انجلو فرد عم بيه الناس؟ والله عيب عليك، والله عيب عليك. وفرز لما انت تدعم اهل الموصل؟ لان اهل الموصل على حق وانت على باطل. ما اشرف منك. انت حرامي ومفسد. حرامي نعم حرامي. اكبر حرامي بحضر. اي شغله تصير بالموصل يرد منا قسم، يرد منا مال. لو فرد عقوب ترى الموصل بيها زلم تهز القاع. تفتهم لو ما تفتهم؟ اللي حاشيك كان حيالي. ها حيالي اللي حاشيك بس الركبه ياخذها. والله وقف على الوطن الموت واخباره، وفوق ضيمك يا موصل صار الموت عباره. وقف على الوطن الموت واخباره، وفوق ضيمك يا موصل صار الموت عباره. اش عجب روجاتك يا دجله تصير غداره؟ صدقوني هذا العراق ما تصير لشاره، لان الفاسدين البي مو مؤمنين كفاره. وها اخوتي ها واخوتي ها تهميش الموصل باطل، تهميش الموصل باطل، الفاسدين باطل، قتل الاطفال باطل، غرق النساء باطل. احنا نطالب مو بس اقاله، محاكمه عادله، يجيبون كل من سوى بهاي الجريمه وهاي المجزره اللي صارت في نهر دجله، محاكمه عادله مو بس تسويف. فنانين الموصل، فنانين مدينه الموصل، مدينه الموصل المن تتهمونه بصوره مباشره عن الفاجعه يوم بعد امس. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا اليوم بالعراق كله كلها فاسدين، بس لا احنا شعب احنا فاسدين والحكومه هي المفروض نزيهه. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا اليوم فنانين محافظه نينوى باسم نقابه فنانين نينوى للوقوف والتعاطف مع شهداء ضحايا العبارة. نحن نطالب الحكومة المركزية بالوقوف مع أهل الموصل وعوائل الشهداء وتعويض الشهداء. فنانين محافظة نينوى اليوم هم يد واحدة وشخص واحد، يطالبون بتعويض الشهداء ورد الحقوق بأنه ترجع الموصل إلى أهلها. نطالب بمحاسبة الفاسدين، نطالب بالقضاء على الفساد داخل المدينة ومحاسبة كل المقصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نعزي أنفسنا والشعب العراقي بصورة عامة،
وأهالي محافظة نينوى بصورة خاصة وأهالي الضحايا والمفقودين في هذه الفاجعة. بصراحة كما تشاهدون هذا الجمع الغفير اللي حضر في هذه المنطقة وهي منطقة الكارثة التي حدثت في هذه المحافظة. يعني الكلام تكرر من الأخوة اللي التقيت بهم، أكيد ما يسعنا إلا أن نقول أنه بصراحة غياب المراقبة لكافة مرافق الحياة في هذا البلد، لا يوجد أي رقابة، لا يوجد أي متابعة. المواطن من حقه أنه يذهب إلى أي مكان، إذا كان سفر أو إذا كان سياحة، يجب أن تكون في هذه المحافظة وفي البلد أجمع يعني لجان متابعة، يعني متابعة صحية في المستشفيات والمستوصفات، متابعة صحية للمطاعم الكافيتيريات، وإذا كان هل هذا المطعم يقدم، ومنها أيضا هذه الكارثة اللي حدثت، ماكو متابعة للسياحة، شروط متانة، شروط أمان لكافة هالمرافق السياحية الموجودة. يعني أعيد وأكرر، لا يوجد أي متابعة لهذه المسألة، وبالنتيجة حدثت هاي الكارثة. أيضا قبل أيام وقبل تقريبا شهر وشهرين حدثت عدة أمور في هذه المحافظة، لا يوجد أي متابعة، تكررت هذه المسألة وسوف تتكرر إذا ما راح يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص. منها في هاي الأمطار اللي قبل فترة صارت انهيار لمجسرين أو ثلاثة في هذه المحافظة، الله ستر ما صارت في النهار في وضح النهار، صارت بالليل انهارت هاي المجسرات، ولو كان في النهار والسيارات تعبر عليها هم كان حدثت حوادث لربما قتل للعوائل لكن للأسف الشديد يعني ماكو متابع. وكذلك من أمن العقاب يعني سأل أدب، وهاي النتيجة هدا نشوف عوائل وأطفال ونساء راحت في هذه الحادثة، وكلها هي مسألة جدا بسيطة، لو كانت أكو متابعة لشروط المتانة والأمان لما كان حدث الحدث يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن من صناعة أبواب شبابيك الجانب الأيمن، بعد أن تم الوقوف في المنطقة الصناعية انتقلنا إلى منطقة الحادث لنعزي أهلنا الذين راحوا ضحية هذا الحادث الفاجعة الكبيرة التي حطت بالموصل، وإنما هي تشمل العراقيين كلهم. هذه الفاجعة التي كان لها أسباب، وأحد الأسباب الرئيسية هو الفساد الذي ينخر جسد العراقي. الفساد عندما تسمح لصاحب العبارة أن يتصرف بما يشاء بسبب لأسباب الكل يعرفها، هناك فساد بسبب ضعف توجيهات الحكومة المحلية بعدم لا مبالاة في اتخاذ الإجراءات الرسمية أو اتخاذ الإجراءات التي ممكن أن تحمي الناس في حالة وجود أي خلل. الزوارق النهرية، الشرطة النهرية لم تؤدي واجبها، لأن زورق واحد غير كافي، لا يوجد مسؤول يتابع هذا الأمر. المفروض هناك مسؤولين يتابعون هذا العمل، المفروض لما سمعوا أن المي والسد راح يفتح الماء المفروض يتخذون إجراءات وقاية ويجيبون زوارق، يجيبون عبارات، يجيبون نجادات حتى يبلغون الناس، يابا ترى ديروا بالكم، ترى الجو ما زين، ترى المي قوي. للأسف فساد الحكومة المحلية وعدم تواجدهم بالمدينة أحد الأسباب. الكل تاركين المدينة، والمدينة عايشة بقدرة قادر كما يقال، وليس للحكومة المحلية أي دور، الكل ملتهين بالفساد والغنائم للحصول على غنائم. كلهم يعني الكل المحافظة، كل مجلس المحافظة والمحافظ، الكل ونواب المحافظ، الكل مسؤولين أمام الله، وهاي الناس اللي راحت ضحية هذا يعني التصرف الخاطئ هم يتحملوها أمام الله. الفنانين العراقيين في محافظة نينوى قامت هذا التجمع الكبير لفنانين نينوى تضامنا مع عوائل الشهداء الذين سقطوا في نهر دجلة غرقا، ووقوفنا اليوم للمطالبة بإقالة كل الفاسدين
ومحاسبتهم وحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل. يكفي استهتار بأرواح أبناء الموصل، يكفي تهميش لأهل الموصل، يكفي دمار للموصل. ألا يكفي 3 سنوات دمار من عصابات داعش؟ ألا يكفي دمار نصف المدينة، المدينة القديمة مدمرة كامل؟ ألا يكفي التدخل في شؤون محافظة نينوى؟ ألا يكفي التدخل في الاستثمارات والمشاريع من الغرباء؟ الآن نحن من خلالكم نطالب بالحكومة المركزية بإخراج كل الغرباء عن مدينة الموصل ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وأيضا نطالب إعطاء المشاريع الخدمية والسياحية لأبناء مدينة الموصل، وأيضا محاسبة كل مدراء الدوائر الفاسدين الذين كان لهم دور في هذه القضية، لأنه إذا لم يكن مدير الدائرة فاسدا لا تكون هناك أخطاء وجرائم. الله معاكم، ينصركم الله، ينصركم الله. ويا فاسد برا برا، يا فاسد برا برا، خلي الموصل لأهلها يا فاسد. طبعا اليوم نقابة الفنانين فرع نينوى بفنانيها الكبار أتوا هنا تضامنا مع شهداء العبارة مال الموصل. طبعا شهداء العبارة مال الموصل هم ليسوا آخر شهداء، هناك أنا أطلقت على كل خميس يأتي إلى محافظة نينوى وهو الخميس الدامي، خميس الموت. ابتدت بعد داعش وتحرير الموصل ابتدت بعملية المثنى بالمفخخة، انتهت المفخخة أتت عملية الجامعة، وهسه أتت هاي العملية الكبيرة لقتل أطفال الموصل ونساء الموصل وشيوخ الموصل. خلي الموصل تعيش في أمان، الموصل مدينة السلام، الموصل مدينة الأنبياء، مدينة يونس، مدينة شيت، مدينة إدريس. يا جماعة لازم ننهض بالموصل نهضة جيدة. طبعا فاجعة للموصل جميعا، هاي المأساة اللي نشوفها والصور تتكلم. في هذه المكان راح شهداء أطفال ونساء ورجال، يعني الفرحة راحت انقتلت هون. يعني ينتظرون هاي الأيام السعيدة دي يفكون من هذا الشيء اللي كان دايس عليهم الفترة الدواعش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. حادث أليم مر على مدينة الموصل، فاجعة كبرى لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن أن تمر بسهولة دون عقاب. باختصار شديد وعملا بالقول المأثور، خير الكلام ما قل ودل. الجميع يعلم وهو معروف للقاص والداني أنه من أمن العقاب أساء الأدب، فإن كان هناك عقاب لكل من تسول نفسه إمعان الأذى بأبناء هذا الشعب الكريم، فليتوقع أن هناك من له بالمرصاد. ونحن نطالب من هذا المكان كفنانين نينوى بإنزال أقسى وأشد ألوان العقاب بكل من كانت له صلة بهذا الحادث الأليم، وإلا فإننا ستوقع المزيد من الكوارث والمزيد من الآلام والمزيد من الحوادث التي تعصف بأن هذه المدينة. كفاكم إذاء بهذه المدينة، المدينة منكوبة وأهلها منكوبين،
نحن بحاجة إلى أن تتوحد الأيادي وأن تتوحد السواعد لبناء هذه المدينة، لإعلاء صرح هذه المدينة كما كانت من قبل. نسأل الله تعالى الرحمة والغفران لشهدائنا، ونسأل الله تعالى أن يلهم ذميهم الصبر والسلوان. يا الله يا الله يا الله يا الله، بحر ببر بجو، بحر ببر بجو، ربي يظهرهم بين حطب وبين شجر وبين حجر، اظهرهم يا رب العالمين. واحنا قلبنا عينزف دم عليهم، اني ما عندي لا ابن لا اخت لا اخ هنا، بس من البارحة اني هنا وياهم، والمحافظ الباحة دهس ثلاثة وطلع، ما يقبل ينزل، ما يقبل ياخذ حكي من احد، ونحن يأسفنا هذا الشيء. يعني المفروض ينزل ياخذ حكي من العالم على هاي فاجعتنا الكبيرة، المفروض احنا يعني اهل تعزية ساعتها، لان ذول اهلنا وناسنا اللي راحوا زهقت ارواحهم بالمي، اطفال نساء، يعني ما اعرف وش اقول لك عليهم. من المقصر هم شايفين؟ طبعا اهل ابو الجزيرة، لان كان هالحديد وهالبنايه هاي اللي عنده المفروض يسوي معبر، العالم تعبر وخلي ياخذ فلوس كلها في سبيل المال. مقصر بحق العالم، كسب يعني خطاياهم، خطايا اطفالهم، هسا ما تعرف ايش قد انهم اطفال، انه ما اكو 70 30 40 ما اكو مفقودين. جئنا هنا تضامنا مع أهلنا بالفاجعة التي نكبوا بها من خلال تقصير بعض الجهات للأسف الشديد، التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص غرقى نتيجة الإهمال والفساد. فجئنا هنا تضامنا معهم، نتذرع إلى الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته ويجعلهم من الشهداء والصديقين وفعليين، والموت للفاسدين وللمقصرين. الموصل مهمشة، انقذوا الموصل، الموصل مهمشة، انقذوا الموصل، فهي لا تستحق كل هذا. مكوبين احنا اهل الموصل، كارثة جتنا. الله اكبر الله اكبر على الضيم، بس الله ينقذنا. اللهم رب اللي عادينا يقع بير المال هو تالي، قل لي يا حفار البير قل لي شي لك بيا، خفرت لك اندار وانت تقع بيا. اللهم ربي كل من يريد انك بمالت الموصل انكم، كل حرام ينمسك، كل نذل ينمسك. اللهم ربي ولادي اجعلهم من جنة الفردوس الشهداء. الله اكبر يا عرب، سفينتنا غرقانة، رب العالي عاوننا على بلوانا. الله اكبر يا عرب، سفينتنا غرقانة، ربي عاوننا على بلوانا، مثل ما سفينة نوح غرقت عاوننا يا ربي على بلوانا، انقذنا مثل ما نقذت سفينة نوح واخرجت روح من روح. يا رب العالمين خلي شباب العراق لا يلتهون بلواهم، الله يوقعهم وإن شاء الله أكلين أكل، خلي يرعونا، خلي يرعون الموصل، تفوت على الميدان مهجومة، تفوت على قلاعات مهجومة، تفوت على دتش برقة مهجومة، تجي على الخزرج مهجومة، تجي على رأس الجردة مهجومة، وين من تجي ندير وجهنا مهجومة الموصل، خلي يرعونا. مو بس قاعدين على السكبليات وياكلون، مو بس أكل، يقول ضحك ارعى ربك، يوم صلي ربك ويوم نفسك، يوم خلي يرعون نفسهم ويوم يرعون الشعب العراقي. ماتوا من الجوع، شبابنا ماتت،
بطالين عطالين. اشوف الشاب يكنس في الشارع، الشهاده مال بكر بيد بيده يكنس في الشارع. ولو خافوا من الله لا يجيكم غلب القاع. اللهم ربي يطغولهم مثل ما غالوا قارون مدري هارون. القصر ماله نكس والبحر فج، قال يجد طمسوا. ربك ما تخافوا من ربكم، دعوا أهل الموصل تعالوا فوتوا من وادي حجر إلى مستشفى، إلى الخزرج، إلى باب الطوب، إلى الميدان، إلى الإقلاعات، إلى الدواسة، إلى الدنادان، كلها مهجومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقلوب يعتصرها الألم والأسى والحزن نعزي أنفسنا أولا ومدينتنا الجريحة، هذه المدينة التي كثرت جراحاتها، وبلدنا العزيز بهذا المصاب الجلل، هذه الحادثة التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، إنما جاءت نتيجة للفساد المستشري في هذه المدينة ومتغلغل في جميع مفاصلها. هذه المدينة أصبحت غير قابلة للعيش بطرقها وجسورها وخدماتها، مما يستدعي منا جميعا وقفة حقيقية جادة من قبل الحكومة المركزية ومن قبل الحكومة المحلية والسياسيين والنواب والمواطنين أنفسهم، ليقال كفى ولتصحيح هذا الوضع وإعادته إلى الجادة الصحيحة، وإلا فسيكون القادم أدهى وأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نعزي نفسنا ونعزي عوائل الشهداء الضحايا الذين راحوا ضحايا العبارة الفاجعة الأليمة في هذه بداية الربيع، وطلبتنا محاسبة الفاسدين من المجلس المحافظة والمحافظة وحتى رؤساء الدوائر، نطلب إرجاع الموصل لأهل الموصل، ارجع الموصل لأهل الموصل، لأن الموصل أدرى بأمورها كثيرا. حضرنا اليوم مع نقابة الفنانين لحضر المجلس العزاء الذي قامته مقابل الجزيرة السياحية، جزيرة الظلام، جزيرة الذين غرقوا بها، العدد لا يقل عن 100 110 لحد الآن الحصيلة النهائية للذين غرقوا من وراء عبارة المشؤومة، عبارة الذي لا يأخذ بها الاحتياطات اللازمة في نجاة البشر، الذي لا يأخذون بها قيمة الإنسانية، والذين نطالب احنا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في نزال القصاص العادل بحق المجرمين الذين استهانوا بأرواح المواطنين، والذين لم يقيموا يضعوا حد للإنسانية في قلوبهم. الفاجعة الكبرى التي حصلت في العبارة السياحية هي فاجعة العراق كلها، ما فاجعة سني ولا شيعي ولا كردي ولا أي واحد، بل فاجعة العراق كلها. وإيش ما نسوي إحنا هنا قليلة بهاي الشغلة، وإحنا نطلب من الحكومة محاسبة المقصرين، وإن شاء الله يأخذ حقهم رب العالمين من كل ظالم. آمين اللهم آمين. حضرنا اليوم كفناني محافظة نينوى باسم نقابة فنانين محافظة نينوى للوقوف صفا والتعاطف مع عوائل وشهداء العبارة. اليوم احنا وقفتنا هذه نطالب من خلالها الحكومة المركزية بتعويض شهداء العبارة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومساعدة الجرحى الموجودين في المستشفيات. موضوع العبارة يجب أن لا يمر بسهولة، يجب محاسبة القائمين على هذا الموضوع، يجب القيام بتحقيق واسع
ويشمل كل الناس المسؤولين عن هذا الموضوع. الشهداء يجب تعويضهم، تعويض عوائلهم، يجب احتسابهم شهداء. وهناك موضوع آخر يجب أنه يحسب حسابه، وهي أنه الجسور الموجودة في المدينة هي جسور كلها متهالكة وتعبانة، وفي يعني أي مطرة خفيفة تتعرض إلى خطر، يجب معالجة هذا الموضوع أيضا والالتفات إليه. يلا صلاة حكيم. اليوم نقابة الفنانين تقف موقفة حدادة على أرواح الشهداء العبارة المشؤومة، والتي كانت سبب ربما لفضح الفساد الموجود في مدينة الموصل، ومن أعضاء مجلس المحافظة. ونطالب احنا كفنانين ان تكون حقوق للشهداء، وان يحاسب الجانب هذا الموضوع ان كانت جهة مسؤولة يعني كدولة او كمواطن، ولا بد ان تاخذ الحقوق، والله يرحمهم ويتجاوز عنهم. واحنا كنا اللي ماتوا هم اولادنا واخوتنا واخواتنا، الله يرحمهم ويتجاوز عنهم ان شاء الله، والله ياخذ حقهم ان شاء الله. ونطالب من الحكومة انه تعتبرهم شهداء ولهم حقوقهم، وطالب بالقانون ان يمشي. حقيقة صحت محافظة نينوى على فاجعة كبيرة، ألا وهي غرق العبارة التي راح ضحيتها الأبرياء من نساء وأطفال وكبار السن، ذهبوا ضحية إلى إهمال وتقصير من الناس القائمين على الجزيرة السياحية. حقيقة ألم وشجن يعصر قلوب الجميع، ألم بجميع أهالي نينوى، وليس فقط أهالي الضحايا وإنما جميع أهالي المحافظة نينوى. اليوم وقفوا وقفة حداد وإجلال واحترام لما ألمت به مدينة الموصل من فاجعة حقيقة يعجز اللسان عن وصف الحزن والألم الذي لم بهذه الكارثة الإنسانية الكبيرة. وعزاءنا إلى أهالي الضحايا، وإن شاء الله يتقمدهم مع الشهداء، وفاجعة كبيرة لمدينة الموصل. إن شاء الله تكون هذه آخر الأحزان، ونتمنى أن تكون القادم أفضل وأفضل إلى مدينة الموصل التي عانت ما عانت من ويلات ونكبات وآلام جراح. باسمي وباسم كافة أعضاء جمعية موسيقيين فرع نينوى نقدم أسماء التعازي إلى كل الضحايا عبارة الشؤم، العبارة التي راح ضحيتها العشرات وربما تجاوز هذا العدد. نعلن من هنا الحداد على أرواح كل ضحايا العبارة وعلى أرواح ضحايا العراق أجمع، ونطالب بإنزال أشد العقوبات على كل من كان خلف هذه الجريمة النكراء. من موقع الحدث، نحن جمعية التشكيل العراقيين في محافظة نينوى نشجب وندين بشدة هذا الإهمال المتعمد من قبل مجلس المحافظة الذي يدير المحافظة ومؤسساتها وإداراتها عن بعد. نأمل محاسبة المقصرين نتيجة إهمالهم هذا الذي أودى بحياة أكثر من 100 شهيد و50 مفقود، ولا زال المفقودين لم يتم العثور عليهم لحد الآن. نأمل محاسبة المقصرين وأمام عيان وأمام الشعب في هذه المدينة في موقع الحادث ليكونوا عبرة لمن اعتبر. نأمل إقالة جميع مجلس المحافظة وإدانتهم، وتنصيب حاكم عسكري يتولى هذه الحالة لإدارة المدينة من أجل استتاب وإعادة الأمن في هذه المدينة الجريحة التي لا يزال شهدائها تحت أنقاض المدينة المدمرة في أيمن الموصل، والآن شهدائنا أصبحوا الآن تحت الماء لعدم تكرار هذه الحالة
إعادة النظر في هيكلية المدينة ومجلس المدينة. استنكار حول كل أنواع الفساد في مدينة الموصل من قبل، حتى من قبل الحرب على الموصل وحتى من بعدها، حيث لا يوجد أي نوع من أنواع الخدمات، أي نوع طفيف حتى لو بنسبة ضئيلة، لا من جسور، لا من خدمات، لا من مستشفيات، لا من أي شيء. مع الأسف أنه هذا حال مدينة الموصل، مدينة الفن، مدينة الثقافة. من هذا المكان ومن هذه الحادث نعزي بدورنا جميع العوائل المغدورين والضحايا، وإن شاء الله في جنان الخلد إن شاء الله. جمعية التشكيلين وبصفة الشخصية عضو الهيئة الإدارية لجمعية التشكيلين العراقيين فرع نينوى، نعزي أهلنا ونعزي الشعب العراقي بهذا المصيبة الجلل التي حلت على مدينة الموصل بسبب الفساد الإداري والفساد المالي الذي حل على العراق وحل على مدينة الموصل التي عانت ما عانت من 2003 إلى هذا اليوم وهي تعاني، وكأنما اجتمع العالم كل لنكبة هذه المدينة. خلصنا من حرب داعش وتضحيات القوات الأمنية التي ضحت ما ضحت من شهداء والمدنيين، والآن نتفاجئ بهذه الفاجعة الكبيرة، ونتفاجئ بمجلس محافظة نينوى يقول تحقيق مع إحالة المحافظة إلى تحقيق. مدينة منكوبة، مدينة تريد من يساندها، ونتفاجأ أنه يقول لك تحقيق. يا تحقيق بهاي الأزمة، 150 شهيد ومفقود لحد هذه اللحظة، عوائل يتمت بالكامل. عادي انا ما عندي شغل، لازم اجيب البطاريه عندي جاي خلوه الرحمن الرحيم. ومنذ الساعات الأولى من انقلاب العبارة تم تشكيل، قامت جمعية الهلال الأحمر العراقي بتشكيل 6 مفارز على ضفاف نهر دجلة، المفرزة الأولى في الجزيرة، المفرزة الثانية في اليارمجة، والمفرزة الثالثة في السلامية، والمفرزة الرابعة في القيارة والشرطة النهرية حيث قامت جمعية الهلال الأحمر العراقي كدور الأول بانتشال 26 جثة، إضافة إلى معالجة ما يقارب 25 شاب، تم معالجة 22 في موقع الحدث وتسليم 3 شباب إلى المستشفى السلام. بعد ذلك تم العثور على 7 أطفال وتسليمهم إلى ذويهم، و17 طفلا تم تسليمهم إلى الشرطة النهرية ومتابعة تلك الأطفال. تبين أن الأطفال تم تسليمهم إلى ذويهم إلى الخال أو العم. إضافة إلى لا يخفينا بالذكر، هناك متطوع من جمعية الهلال الأحمر العراقي مهنته غواص، وقد انتشل ما يقارب 3 جثث بإمكانيات محدودة. إضافة لا يخفي عمل الهلال الأحمر العراقي بعد انحصار بعض العوائل في الجانب الآخر للجزيرة، تم نقلهم مع بمساعدة القوارب الأهلية في المحافظة. عمليات انتشال هل مستمرة؟ آخر مصادر المعلومات اللي بحثتوا عنها من صباح اليوم الباكر لم ننتشل أي جثة ولم توجد أي معلومات هناك على أي جثة، لكن العمل لا زال مستمرا للبحث على تلك الجثة.
سرعة المياه كم هي يعني من خلال تشارك جثة لديكم معلومات؟ والله هي سرعة المياه جدا سريعة، إضافة أنه مثلا بعض الجثث وجدت في منطقة القيارة ما يقارب 50 كيلو عن مدينة الموصل. اللي احد المنقذين اللي جنت هنا اثناء وقوع الحادث، واحنا حاليا نقف على عباره اللي هي عباره الموت اللي سببت كارثه الموصل. طبعا احنا باللحظات الاولى انتخينا ولحقنا الناس، قدرنا نطلع ما يقارب 90 الى 100 شخص احياء، وبعدها بقينا هنا صارنا لمده 3 ايام احنا ننتشر بهالجثث هذه، واطلب من اهالي الناس انهم يذهبون للطب العادي حتى يتعرفون على ذويهم، واذا عندهم مفقودين انهم يبلغون بهم حتى احنا نعرف عليه منها من ندور، لان احنا باقيين هنا بالماي ومرابطين لمده شهرين ولا سنتين، المهم ما نطلع منا الى ان نلقى اخر مفقود ان شاء الله. طبعا الكارثه صارت فوق جزيره ام الربيعين على هذه الدوبه اللي هي كانت محمله ازيد من 200 الى 250 نفر. طبعا صار الانقلاب سبب ضغط الماي القوي وانقطعت، قدرنا احنا انه نستلحقها ونقلل من هاي حجم الكارثه اللي صارت. وبعدنا حاليا باقين اليوم ان شاء الله ننتظر هسه لعله فرقه الدفاع المدني يجون حتى نقلب هاي العباره، لان احنا وحدنا الزوارق المدنيه ما نقدر نقلبها، لان هي كبيره بالحجم وثقيله، فلازم يساعدونا حتى نقلبها حتى نشوف اذا اكو جثث تحتها. وشحكيكم المنظر كان كلش رهيب. حاولوا يدخلون تحت العباره؟ طبعا احنا دخلنا المدنيين، وجانا غواصين 2 من النجدة النهرية همين دخلوا بيها، عندنا أول السباح اسمه باه دخل ببطنها قدر يطلع جثة منها، البارحة طلعنا منها جثتين طبعا، الطفل الصغير والولد شاب، والبارحة هناك همين لقينا جثة أخرى، وجو نزلنا همين لقينا، البارحة طلعنا 9 جثة تقريبا، واليوم همين جماعتنا هسه انقسمنا قسمين، جماعة نزلوا إلى حمام علي والحويجة وهاي المناطق هناك حتى يدورون، لأن الماي قوي فيجرف الجثث فيدورون هناك، وإحنا بقينا هنا حتى ننتظر أحد يجي ويساعدنا حتى نقلب هاي العبارة، هاي عبارة الكوارث، حتى نشوف بلكت إذا أكو أحد تحتها بلكت تقدر نطلعه ولا نسوي فرد شيء. اليوم اجوا كلهم اوقدوا الشموع من اجل اللي عنده اي شيء يريد يقدمه بعد ما نصور، طبعا نصور كاميرا ونصور الوقفه الجماعيه.